بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا أساتذتنا الأفاضل، حضورنا الكريم، ومعكم ننتقل إلى المحاضرة العلمية الثانية التي تأتي ضمن فعاليات المحفل العلمي الدولي 14 بنسخته الإلكترونية. وهذه المحاضرة تحمل عنوان دور الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة للتعليم، والتي سيقدمها لنا سعادة الأستاذ الدكتور نبيل المتوكل العلمي. إنه لشرف كبير لنا أن نستضيف عالما مرموقا في هذا المجال، لنستمع إلى رؤيته وتحليله العميقين حول هذا الموضوع الحيوي. في عصرنا الحالي يشكل الذكاء الاصطناعي ثورة تكنولوجية تؤثر على جميع جوانب حياتنا، وليس هناك مجال أكثر تأثرا وإثارة للاهتمام في مجال التعليم. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورا محوريا في تحسين جودة التعليم وجعله أكثر شمولية واستدامة من خلال تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات. يمكن تحسين أساليب التدريس وتخصيصها لتناسب احتياجات كل طالب بشكل فردي، مما يسهم في تحقيق نتائج تعليمية أفضل. نستمع اليوم إلى الدكتور نبيل المتوكل العلمي، وهو يوضح لنا كيف يمكن لهذه التقنيات أن تكون أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة في التعليم من خلال تطبيقات عملية وحلول مبتكرة تساعد في التغلب على التحديات التعليمية التي تواجهنا. أشكر أستاذنا الفاضل على تفضله بقبول الدعوة لتقديم هذه المحاضرة، وأشكركم أيضا أحبتنا الحضور على حضوركم واهتمامكم، وأتمنى أن تكون هذه جلسة مثمرة وغنية بالنقاشات البناءة. وقبل أن ننقل الكلمة للدكتور نبيل العلمي، سنقوم بتقديم نبذة مختصرة من سيرته الذاتية العلمية. نعم، الدكتور نبيل المتوكل العلمي باحث مغربي متحمس للذكاء الاصطناعي وتطبيقه في مجال التعليم، ويعمل حاليا باحثا في جامعة ابن طفيل، حيث يركز على دراسة وتطوير حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة التعلم في التعليم. وساهم مساري الأكاديمي والمهني في إكسابه تدريبا قويا في مجال علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي. شغفه بالتكنولوجيا دفعه لمتابعة دراسة الدكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي المطبق على التعليم، حيث يسعى للمساهمة في تقديم المعرفة والممارسات في هذا المجال الناشئ. من خلال أبحاثه كانت له فرصة للعمل على مشاريع متنوعة تتراوح من تخصيص التعلم إلى تحليل البيانات التعليمية، وصولا إلى تطوير أدوات المساعدة التربوية. هدفه هو استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي لخلق بيئات تعليمية أكثر فعالية وشمولية وتكييفية. ككاتب يسعده بشدة مشاركة اكتشافاته وأفكاره من خلال النشرات الأكاديمية والعروض في المؤتمرات والمساهمات في الكتب المتخصصة، وهو مقتنع بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورا حاسما في تحويل التعليم، ويلتزم بتعزيز اعتماده واستخدامه المسؤول. بخلاف أنشطته البحثية، هو أيضا متحمس للتوجيه والتعليم، ويسعى لإلهام الشباب لاكتشاف مجالات العلوم والتكنولوجيا. نسأل الله أن يكتب لكم الأجر، وبارك الله فيكم دكتور، ومعكم الصلاحية كاملة، فتفضل مشكورا مأجورا. تفضل دكتور نبيل، لكم الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله. عليكم السلام ورحمة حياكم الله الله. يا أخي، شكرا على التقديم وشكرا على الكلمة الطيبة، وإن شاء الله نكون على حسن ظن الجميع إن شاء الله. حفظكم الله دكتور، الله يكرمك يا رب. سوف أتقاسم معكم الشاشة. نعم دكتور، تفضل. الصلاحية عندك، تفضل. شاشة واضحة؟ نعم دكتور، نعم تفضل. شاشة واضحة. واضح. نعم
أسعد الله أوقاتكم جميعا، ويسرني أن أرحب بكم في هذه المناسبة الخاصة التي تجمعنا لنتناول موضوعا بالغ الأهمية، وهو دور الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة للتعليم. إذا في هذا العصر الرقمي الذي نشهده، بات من الضروري أن نتأمل في كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة وبالتحديد الذكاء الاصطناعي أن تساهم في تحقيق أهدافنا التعليمية وتطوير مجتمعنا نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة. إذا إن التعليم هو الركيزة الأساسية كما نعلم الجميع لبناء مستقبل أفضل، ومع التقدم الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح لدينا الآن أدوات قوية يمكن أن تحدث نقلة نوعية في كيفية تقديم التعليم وتلقيه. ومن خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي نستطيع أن نحقق تعليما مخصصا يتناسب مع احتياجات كل طالب، ونتمكن من تقديم محتوى تعليمي مبتكر يلبي متطلبات العصر الحديث. إذا الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو شريك في العملية التعليمية التعلمية، يمكن أن يساعد في توسيع آفاق التعليم لتصل إلى جميع الطلاب بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو ظروفهم الاقتصادية. يمكنه أن يزيل الحواجز التقليدية ويوفر فرص تعلم متساوية للجميع، ويعزز من قدرة المعلمين على تقديم تعليم أفضل وأكثر فعالية. ولكن ونحن نحتفل بهذه الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي، يجب علينا أيضا أن نكون على وعي بالتحديات والمخاطر المحتملة. ومن الضروري أن نتعامل مع قضايا الخصوصية وأمان وأمن البيانات، وأن نضمن أن جميع الطلاب والمعلمين مجهزون بالمهارات اللازمة لاستخدام هذه التكنولوجيا بشكل فعال. وفي الختام أود أن أشكركم وأشكر كل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء، وأشكر حضوركم الكريم، وأأمل أن تكون مناقشتنا اليوم مثمرة، وأن نخرج منها بأفكار ورؤى جديدة تساهم في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم بشكل يعزز التنمية المستدامة لمجتمعاتنا. إذا سأبدأ هذا العرض بمقدمة، وبالتالي سوف أربط بتعريف الذكاء الاصطناعي ومفهوم التنمية المستدامة في التعليم، وأهمية دمج التكنولوجيا في تعزيز التعليم والتنمية المستدامة. ومن بعد فوائد الذكاء الاصطناعي في التعليم والتنمية المستدامة، وسوف نذكر بعض الأمثلة العملية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتنمية المستدامة، وسوف نتحدث عن تحديات ومخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التعليم المستدام، وسوف ننهي هذه المحاضرة بتحليل المخاطر المحتملة للاعتماد الزائد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم. ولكن سوف أبدأ باقتباس من سقراط، كلمات سقراط، وهو أن التعليم ليس ملء أو وعاء، بل إيقاد شعلة. في نظري رغم أن هذا الاقتباس قديم ولا يتعلق بالذكاء الاصطناعي مباشرة، إلا أنه يعبر عن فكرة أن التعليم يجب أن يشجع على التفكير والاكتشاف، وهي فكرة يمكن أن تعززها تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة. إذن في عصر التكنولوجيا المتقدمة والتحولات السريعة، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة حيوية ذات تأثير واسع في مختلف المجالات، وخاصة في التعليم. ويعد التعليم المستدام هدفا أساسيا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، حيث يسعى إلى تقديم تعليم عالي الجودة وشامل يعزز القدرات البشرية ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عنصرا حاسما في تحقيق هذه الأهداف من خلال تحسين جودة التعليم، وتعزيز الوصول إلى المعرفة، ودعم التعلم الشخصي، وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد التعليمية. تتعدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مثل التحليل الذكي للبيانات لتحسين المناهج التعليمية، وتوفير تجارب تعلم مخصصة وفق لاحتياجات كل طالب، وتقديم دعم ذكي للمعلمين من خلال أدوات التحليل والتخطيط. علاوة على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تجاوز الحواجز الجغرافية والاجتماعية، مما يتيح فرص التعليم للجميع
بغض النظر عن الموقع أو الخلفية الاقتصادية. من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في النظام التعليمي يمكن تحقيق تقدم ملحوظ نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وعدالة. وتهدف هذه المحاضرة اليوم إلى استعراض الدور المحوري الذي يمكنه أن يلعب الذكاء الاصطناعي في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز التجارب التعليمية للطلاب والمعلمين على حد سواء. إذا ما هو الذكاء الاصطناعي؟ كما هو معروف، الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الكمبيوتر، ويهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على أداء مهام تتطلب ذكاءً بشريا. هذه قاعدة متعارف عليها والآن أصبح الكل يتكلم بها. ويتضمن الذكاء الاصطناعي القدرة على التعلم من البيانات والتعرف على الأنماط واتخاذ القرارات وحل المشكلات. ويعد الذكاء الاصطناعي مجالا متعدد التخصصات، يعني يجمع بين كثير من العلوم، منها علوم الكمبيوتر، علوم الرياضيات، علوم النفس، علم النفس، علوم الهندسة والمزيد من المعلومات. ويعتمد بشكل كثير، يعني الذكاء الاصطناعي اليوم يعتمد على تقنيات مثل التعلم الآلي أو ما نسميه بالماشين ليرنين، أو التعلم والتعلم العميق ديب ليرنين، حيث تستخدم هذه التقنيات الشبكات العصبية الاصطناعية لتحليل البيانات وتعلم الأنماط المعقدة. فهناك أربع أنواع رئيسية من الذكاء الاصطناعي. النوع الأول وهو نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الضيق أو ما نسميه بالنارو اي اي، حيث يركزها على أداء مهام محددة مثل التعرف على الصور، الترجمة الآلية والمساعدات الصوتية. وهذا النوع من الذكاء الاصطناعي موجود بالفعل في العديد من التطبيقات اليومية التي توجد في الهواتف الذكية أو في اللوحات الذكية أو بعض الكمبيوترات الذكية من سنة الذكية. النوع الثاني من الذكاء الاصطناعي هو ما نسميه بالذكاء الاصطناعي العام أو الجنرال AI، حيث يمتلك القدرة على أداء أي مهمة فكرية يمكن أن يقوم بها الإنسان، ولكن إلى يومنا هذا لا يزال هذا النوع من الذكاء الاصطناعي في مرحلة البحث والتطوير ولم يتحقق بعد. النوع الثالث من الذكاء الاصطناعي هو ما نسميه بالذكاء الاصطناعي الفائق أو سوبر انتليجنت AI، وهو يتجاوز بكثير القدرات البشرية في جميع المجالات، في الطب، في الهندسة، في علوم الفضاء، حيث يعد هذا النوع موضوعا للنقاشات الفلسفية والأخلاقية نظرا لتداعياته المحتملة على المجتمع. وتتعدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث تشمل العديد من المجالات، مثلا في الطب، مثلا في الميدان الطبي نستعمل الذكاء الاصطناعي لتحسين التشخيص والعلاج من خلال تحليل البيانات الطبية واكتشاف الأنماط. في الميدان الصناعي نستعمل الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات الإنتاجية والصيانة التنبؤية من خلال تحليل البيانات التشغيلية. في ميدان التعليم، وهو ميداننا اليوم، نستعمله في تخصيص المناهج التعليمية وفقا لاحتياجات كل طالب وتحليل الأداء التعليمي. في المجال أو الخدمات المالية نستعمله في اكتشاف الاحتيالات البنكية أو التحليل المالي وإدارة المخاطر، وتعتمد هذه النماذج كلها على تعلم الأنماط والخصائص من مجموعة بيانات كبيرة بيج داتا لإنشاء محتوى مشابه ومبتكر. ولا يمكن التحدث على الذكاء الاصطناعي دون التحدث على النوع الرابع والخطير الذي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي أو الجينيراتيف AI. هذا النوع من الذكاء الاصطناعي يستخدم لإنشاء محتوى جديد غير موجود مثلا على الإنترنت، على جوجل أو على أي موقع آخر، مثل محتوى جديد نتكلم على مثلا النصوص والصور والأصوات بالاعتماد على البيانات التي تم تدريبه عليها. ويعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال نماذج رياضية متقدمة تعرف بالشبكات العصبية التوليدية، والتي تشمل الشبكات التوليدية التنافسية والنماذج التوليدية التلقائية.
سوف أذكر بعض الأمثلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. نتكلم على الكتابة الإبداعية مثلا، بالذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن توليد نصوص أدبية، مقالات، أو حتى كتابة سيناريوهات أفلام، وهذا شيء خطير جدا. في ميدان الفنون والبصرية يمكن إنشاء لوحات فنية رقمية، هناك عديد من التطبيقات التي تساهم في إنشاء لوحات فنية أو تحسين الصور القديمة أو حتى توليد وجوه بشرية خيالية. في الميدان الفني أو الموسيقى والصوت يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي توليد موسيقى جديدة وتحسين جودة الصوت أو تقليد أصوات بشرية. إذن الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح آفاقا واسعة للإبداع والابتكار، ولكنه يثير أيضا تحديات أخلاقية واجتماعية مثل استخدامه في إنشاء محتوى مزيف أو تضليل المعلومات. لذا يعد فهم واستخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول أمرا بالغا في الأهمية لتحقيق فوائدها المثلى وتجنب مخاطرها المحتملة. والآن نمر إلى مفهوم التنمية المستدامة. التنمية المستدامة في التعليم هي نهج يسعى إلى دمج مبادئ الاستدامة في جميع جوانب النظام التعليمي لضمان أن مساهمة التعليم في بناء مجتمعات مستدامة وشاملة. ويهدف هذا النهج إلى تزويد الأجيال الحالية والقادمة بالمعرفة والمهارات والقيم اللازمة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. ومن مكونات التنمية المستدامة في التعليم، نتكلم على تعليم عالي الجودة وشامل، حيث يسعى إلى توفير فرص تعليمية متساوية للجميع بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية، ويتضمن ذلك تحسين الوصول إلى التعليم وتطوير مناهج تعليمية تعزز التفكير النقدي والإبداعي والاهتمام بالاحتياجات الفردية للطلاب. أيضا نتكلم عن التعليم من أجل الاستدامة البيئية، حيث يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال دمج موضوعات مثل تغير المناخ، الحفاظ على البيئة، إدارة الموارد في المناهج الدراسية، ويساهم هذا في بناء جيل واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات مستدامة. أيضا نتكلم على تعزيز القيم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك يمكن من خلال تعليم القيم الإنسانية مثل المساواة والعدل وحقوق الإنسان، ويشمل ذلك تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في المجتمع وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي والجمعوي. وأخيرا نتكلم على التعلم مدى الحياة، يعني يجب على الأفراد مواصلة التعلم طوال حياتهم من خلال توفير فرص تعليمية مستمرة، يساعد ذلك في تطوير المهارات والمعرفة التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق رفاهية للأفراد. فما هي أهمية التنمية المستدامة في التعليم؟ أولا نتكلم على بناء مجتمع مستدام، حيث يساهم التعليم المستدام في بناء مجتمع قادر على التعامل مع التحديات المستقبلية مثل تغير المناخ، نقص الموارد، وعدم المساواة الاجتماعية. ثانيا تحقيق الأهداف التنمية المستدامة، ويساعد التعليم في تحقيق العديد من الأهداف، مثلا التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر وتعزيز الصحة الجيدة وتحقيق المساواة بين الجنسين. لكن هناك تحديات وفرص، يعني تواجه التنمية المستدامة في التعليم العديد من التحديات مثل نقص التمويل، التفاوت في الوصول إلى التعليم، والحاجة إلى تطوير المناهج التعليمية. ولكن مع ذلك توفر هذه التحديات فرصا لتعزيز الابتكار والتعاون بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والمنظمات الغير الحكومية. الآن نمر إلى أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم، حيث أصبح أمرا بالغ الأهمية لتعزيز جودة التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يساهم استخدام الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا الحديثة في توفير تعليم شامل وتطوير مهارات الطلاب
وتحسين فعالية العمليات التعليمية التعلمية، مما يساهم في بناء مجتمع مستدام وقادر على مواجهة تحديات المستقبل. ومن فوائد دمج هذه التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي هو أولا تحسين الوصول إلى التعليم، حيث تمكن التكنولوجيا الطلاب من الوصول إلى الموارد التعليمية بغض النظر عن مكانهم الجغرافي من خلال الإنترنت والتعلم عن بعد. ويمكن للطلاب في المناطق النائية أو ذات البنية التحتية الضعيفة الحصول على تعليم عالي الجودة. من بين الفوائد أيضا التعلم الشخصي والمخصص، حيث تمكن التكنولوجيا الحديثة من توفير تجارب تعلم مخصصة تتناسب مع احتياجات كل طالب، ويمكن للمعلمين استخدام البيانات والتحليلات لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب وتطوير خطط تعليمية فردية تساعدهم على تحقيق أقصى إمكانياتهم. من بين الفوائد أيضا هناك تطوير مهارات القرن 21، ويشتمل ذلك مهارات التفكير النقدي والإبداع والتعاون والتواصل، وهذا ما يسمى باللغة الإنجليزية السوفت سكيلز، حيث تعد هذه المهارات ضرورية لنجاح الطلاب في الاقتصاد العالمي المتغير باستمرار. وتساهم التكنولوجيا في تعزيز هذه المهارات من خلال توفير أدوات ومنصات تعليمية تفاعلية مبتكرة. أيضا من بين الفوائد تحسين الكفاءة التعليمية، حيث تساهم التكنولوجيا في أتمتة العديد من العمليات الإدارية والتعليمية، مما يتيح للمعلمين التركيز على التدريس والتفاعل مع الطلاب بشكل أكبر، وهذا هو المطلوب. كما تمكن الأنظمة التعليمية الذكية من تحليل أداء الطلاب وتقديم توصيات لتحسين التعلم. لكن ما هو دور التكنولوجيا؟ في التعليم البيئي يمكن استخدام التكنولوجيا لتعزيز الوعي البيئي بين الطلاب من خلال توفير موارد تعليمية تفاعلية عن القضايا البيئية مثل تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية. أو أيضا دور التكنولوجيا في التعليم الشامل، حيث تساعد التكنولوجيا في تحقيق التعليم الشامل من خلال تقديم حلول تعليمية مرنة تتناسب مع احتياجات جميع الطلاب بما في ذلك طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وأخيرا يمكن تعزيز الابتكار بالتكنولوجيا، حيث يساهم دمج التكنولوجيا في التعليم في تعزيز هذا الابتكار، حيث يمكن للطلاب والمعلمين استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول العفو تطوير حلول مبتكرة للمشكلات العالمية والمحلية. على الرغم من الفوائد العديدة، يواجه دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم تحديات مثل نقص البنية التحتية الرقمية والفجوة الرقمية بين المناطق المختلفة، والحاجة إلى تدريب المعلمين على استخدام الذكاء الاصطناعي بكل فعالية. ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوفير التدريب والدعم للمعلمين وتشجيع السياسات التعليمية التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي. ويلعب الذكاء الاصطناعي دورا حيويا في تحقيق الأهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات. ويساهم الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ومن بين الفوائد يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين إدارة الموارد الطبيعية من خلال تحليل البيانات البيئية وتقديم توقعات دقيقة حول التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. وتساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين أيضا إدارة المياه والزراعة الدقيقة وحماية التنوع البيولوجي من خلال توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. أيضا يساعد الذكاء الاصطناعي
في تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال تحليل أنماط استهلاك الطاقة وتقديم توصيات لتقليل الهدر الطاقي، حيث يمكن للأنظمة الذكية إدارة توزيع الطاقة بفاعلية أكبر، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويدعم أيضا الذكاء الاصطناعي تطوير المدن الذكية التي تتميز بكفاءة استخدام الموارد وتحسين جودة الحياة للسكان، حيث يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي إدارة حركة المرور وتحسين النقل العام ومراقبة جودة الهواء وتقديم خدمات حكومية أكثر فعالية، مما يساهم في خلق بيئات حضرية مستدامة. أيضا في ميدان التعليم، يعزز الذكاء الاصطناعي من جودة التعليم والوصول إليه، مما يساهم في تحقيق التنمية البشرية من خلال توفير تجارب تعليمية مخصصة وتحليل أداء الطلاب ودعم المعلمين. ويساعد الذكاء الاصطناعي كذلك في بناء قدرات الأفراد وتمكينهم من تحقيق إمكانياتهم الكاملة. ويلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في تحسين الرعاية الصحية من خلال تحليل البيانات الصحية واكتشاف الأنماط وتقديم توقعات حول انتشار الأمراض، ويمكن للأنظمة الذكية تحسين التشخيص وتطوير العلاجات الجديدة وإدارة الأوبئة كما كان الشأن في وباء كوفيد 19، مما يعزز من الصحة العامة. بالنسبة للتعليم، للميدان التعليم، من الفوائد يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المتعلقة بأداء الطالب وتقديم توصيات مخصصة تناسب احتياجات كل طالب على حدة من خلال تقنيات التعلم الآلي، حيث يمكن للأنظمة تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب وتوفير مسارات تعلم مخصصة. هذا النهج يساعد الطلاب على التعلم بالوتيرة التي تناسبهم ويزيد من فعالية العملية التعليمية التعلمية. كما توفر أدوات الذكاء الاصطناعي تقييمات فورية ومستدامة لأداء الطلاب، ويمكن لهذه الأدوات تحليل الإجابات، مما يساعد الطلاب على فهم أخطائهم وتصحيحها على الفور. كما تساعد هذه الأنظمة المعلمين في متابعة تقدم الطلاب بشكل مستمر واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التعليم والتدريس. ويساعد الذكاء الاصطناعي أيضا المعلمين من خلال توفير موارد تعليمية مخصصة وأدوات تخطيط دروس ذكية وتحليلات بيانات تعليمية، حيث يمكن للمعلمين استخدام هذه الأدوات لتخفيف الأعباء الروتينية والتركيز بشكل أكبر على التفاعل مع الطلاب وتقديم الدعم الشخصي لهم. هذا يعزز من جودة التعليم ويساعد المعلمين على تحسين تجربتهم التعليمية. ويمكن أيضا للذكاء الاصطناعي تحسين الوصول إلى التعليم من خلال توفير منصات تعليمية عبر الإنترنت متاحة للجميع بغض النظر عن موقع الجغرافي أو الخلفية الاقتصادية، حيث يمكن للطلاب في المناطق النائية أو ذات البنية التحتية الضعيفة الوصول إلى محتوى تعليمي عالي الجودة عبر الإنترنت، مما يعزز من مبدأ التعليم للجميع. كما يتيح استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي المحادثات التفاعلية والواقع الافتراضي، حيث خلق بيئات تعلم تفاعلية غامرة يمكن لهذه الأدوات تحسين مشاركة الطلاب وتحفيزهم على التعلم من خلال تقديم تجارب تعليمية جذابة ومبتكرة. والآن نتكلم على أمثلة عملية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة للتعليم، حيث الذكاء الاصطناعي يوفر الآن فرصا هائلة لتحسين التعليم وتعزيز التنمية المستدامة من خلال مجموعة متنوعة من التطبيقات العملية. هذه التطبيقات تشمل استخدامات محددة تساهم في تحسين تجربة التعلم وزيادة الكفاءة والاستدامة في مختلف المجالات. أذكر مثلا بالنسبة للتنمية المستدامة، تستخدم مثلا أداة بلو ريفر تكنولوجي
تستخدم هذه الآلات، هذه الأداة لتحليل المحاصيل الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد. ويمكن لهذا الذكاء الاصطناعي تحديد المناطق التي تحتاج إلى الري أو التسميد وتقديم توصيات دقيقة لتحسين الإنتاجية والتقليل من الهضم. مثال آخر على الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة، مثلا تطبيق جريد إيدج، وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنه لتحليل أنماط استهلاك الطاقة وتقديم توصيات لتحسين كفاءة استعمال الطاقة في المباني الذكية، حيث تساهم هذه التقنية في تقليل استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية. مثال آخر لتحليل أو لتحليل صور الأقمار الصناعية، الأوربيتال إنسايت، وتستخدم هذه التقنية لتحليل صور الأقمار الصناعية وتقديم بيانات دقيقة حول استخدام المياه وتوزيعها. وتساعد هذه التقنية في تحسين إدارة الموارد المائية وضمان استخدامها بشكل مستدام. في ميدان التعليم نتكلم مثلا على منصة كورسيرا أو دورة كورسيرا التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الطلاب وتقديم مسارات تعلم مخصصة بناء على احتياجاتهم وأدائهم السابق، وتوفر توصيات مخصصة للموارد التعليمية والأنشطة التي تساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم التعليمية. مثال آخر لاستعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم وهي منصة دريم بوكس. هذه المنصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب تعلم رياضية مخصصة للطلاب، وتحلل المنصة بيانات الطلاب في الوقت الفعلي، وتعدل المحتوى التعليمي وفقا لمستوى فهم كل طالب. مثال آخر هو جريد سكوب، وهي أداة تقييم تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصحيح الواجبات والاختبارات بسرعة ودقة، وتستخدم التعلم الآلي للتعرف على الأنماط في إجابات الطلاب وتقديم محتويات راجعة فورية، مما يساعد المعلمين على توفير الوقت وتحسين جودة التقييم. ومثال آخر الذي يعرفه الجميع هو شات جي بي تي، وهذا الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه كمساعد تعليمي، يجيب على استفسارات الطلاب ويوفر دعما فوريا للمذاكرة وحل المشكلات، ويتيح للطلاب الحصول على المساعدة الفورية دون الحاجة إلى الانتظار لوقت طويل. ولكن ما هي التحديات والمخاطر؟ يعني استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم المستدام يأتي مع العديد من الفوائد، ولكن هناك أيضا تحديات ومخاطر تحتاج إلى معالجة لضمان تحقيق الفوائد المرجوة وتقليل السلبيات المحتملة. من المهم فهم هذه التحديات والمخاطر لتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل معها. من بين التحديات نتكلم عن الفجوة الرقمية، يعني لا يتوفر لدى جميع الطلاب والمدارس نفس مستوى الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة. هذا التفاوت يمكن أن يزيد من الفجوة التعليمية بين الطلاب في المناطق الحضرية والريفية أو بين الدول الغنية والفقيرة. من بين التحديات أيضا نقص المهارات التقنية. في الغالب يواجه المعلمون والأساتذة صعوبة في استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية بسبب نقص التدريب والمعرفة التقنية، ويتطلب نجاح استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم توفير تدريب مستمر، و يجب على الحكومات وعلى الدول أن يقدمون كل الإمكانيات المادية والتقنية لتوفير هذا التدريب المستمر للمعلمين. من بين التحديات هناك تكاليف التنفيذ، يعني يمكن أن تكون تكلفة دمج الذكاء الاصطناعي في المدارس والمؤسسات التعليمية مرتفعة، مما يمثل تحديا خاصة في البلدان ذات الموارد المحدودة. من بين التحديات أيضا هناك إدارة البيانات، حيث يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي جمع
ومعالجة كميات كبيرة من البيانات الطلابية، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية وأمن وأمان البيانات. ويجب وضع سياسات صارمة لحماية البيانات وضمان استخدامها بشكل آمن ومسؤول. من بين المخاطر نتكلم على التمييز وعدم المساواة، وهذا شأن خطير. يعني يمكن أن تحتوي خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحيزات مدمجة إذا كانت البيانات التي تم تدريبها عليها غير متوازنة. يعني هذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير عادلة ويعزز التمييز في النظام التعليمي. بين المخاطر هناك تقليل التفاعل البشري، يعني الاعتماد الكبير على أدوات الذكاء الاصطناعي قد يقلل من التفاعل البشري بين الطلاب والمعلمين، مما يؤثر على جودة التعليم والعلاقات الشخصية التي تعتبر أساسية لتعليم فعال. من بين المخاطر أيضا هناك تغيير الأدوار، يعني قد يتغير دور المعلم بشكل كبير مع استخدام الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى مقاومة من قبل المعلمين الذين يخشون فقدان وظائفهم أو تغيير طبيعة عملهم. من بين المخاطر أيضا هناك الهجمات الإلكترونية، يعني مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا تزداد المخاطر ومخاطر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التعليمية، وهذا يمكن أن يؤدي يعني الهجمات يمكن أن تؤدي إلى تعطيل العمليات التعليمية وتسريب البيانات الحساسة. واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم المستدام يحمل الكثير من الإمكانيات لتحسين جودة التعليم وزيادة الكفاءة، ولكن يجب التعامل بحذر مع التحديات والمخاطر المرتبطة به من خلال تطوير سياسات فعالة وتوفير التدريب المناسب للمعلمين وضمان الأمان والأمن والخصوصية للبيانات. ويمكن تحقيق التوازن بين فوائد الذكاء الاصطناعي ومخاطره، مما يساهم في تحقيق تعليم مستدام وشامل للجميع. الاعتماد الزائد على التكنولوجيا في التعليم يمكن أن يوفر العديد من الفوائد، مثل تحسين الوصول إلى المعلومة، توفير تجارب تعلم مخصصة، وزيادة التفاعل. ومع ذلك هناك مجموعة من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ نتيجة هذا الاعتماد المفرط. تحليل هذه المخاطر يساعدنا على فهم التحديات وتطوير استراتيجية التعامل معها. لما نتكلم عن الفجوة الرقمية، يعني الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعمق الفجوة الرقمية بين الطلاب الذين يمتلكون الوصول إلى الأجهزة والإنترنت والذين لا يمتلكون. هذا التفاوت يمكن أن يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص التعليمية وزيادة الفجوة التعليمية بين الطلاب من خلفيات اقتصادية واجتماعية مختلفة. أيضا هنا نتكلم عن اختراق البيانات، يعني جمع البيانات الشخصية للطلاب من خلال الأنظمة التعليمية الرقمية يمكن أن يعرض هذه البيانات لخطر الاختراق والهجمات السيبرانية. يعني حماية بيانات الطلاب والمعلمين والحفاظ على خصوصيتهم يتطلب إجراءات أمنية صارمة، ولكن حتى مع هذه الإجراءات تظل المخاطر قائمة. وبالتالي هناك أيضا نتكلم على إساءة استعمال البيانات، هناك أيضا مخاطر تتعلق بإساءة استخدام البيانات التي تم جمعها لأغراض تجارية أو غير أخلاقية، مما قد يؤثر على خصوصية الطلاب والمعلمين ويعرضهم لمخاطر إضافية. هناك أيضا تم نتكلم عن تقليل التفاعل الشخصي. الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل من التفاعل الشخصي بين المعلمين والطلاب. يعني العلاقات الشخصية والتفاعل المباشر تلعب دورا حيويا في عملية التعلم والتنمية العاطفية والاجتماعية للطلاب. قد يؤدي نقص التفاعل الشخصي إلى شعور الطلاب بالعزلة
وقلة الدعم العاطفي. وتغيير دور المعلم قد يتغير إلى مجرد مراقب للتكنولوجيا، وهذا التغيير يمكن أن يؤثر سلبا على دور المعلم في تقديم الدعم الشخصي والإرشاد للطلاب. وكثرة الاعتماد على المحتوى الرقمي عبر الإنترنت قد لا يكون دائما دقيقا وموثوقا، يعني الاعتماد على المصادر غير موثوقة يمكن أن يؤدي إلى نشر معلومات خاطئة أو غير مكتملة، مما يؤثر على جودة التعليم. يعني أنا في نظري، لما نطلب معلومة من شات جي بي تي أو من أي أداة الذكاء الاصطناعي، أنا شخصيا أرتكز على قاعدة 80 20، يعني 80% أن المعلومة مفيدة و20% يجب التأكد من المعلومة. إلى يوم 2024 أنا شخصيا أعتمد هذه القاعدة. ونقص التنوع في الأساليب التعليمية، يعني الاعتماد الزائد على التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تقليل التنوع في أساليب التعليم والاعتماد فقط على النهج التكنولوجي. هذا يمكن أن يكون غير فعال لبعض الطلاب الذين يستفيدون أكثر من الأساليب التقليدية والتفاعلية. ونتكلم أيضا في هذا الصدد على صعوبة التكيف. ليست جميع المؤسسات التعليمية ولا جميع المعلمين مستعدون أو قادرون على التكيف مع الذكاء الاصطناعي بسرعة، وهذا قد يؤدي إلى تحديات في التبني الفعال للذكاء الاصطناعي والتدريب المناسب للمعلمين والطلاب على استخدام هذه التقنيات بفعالية، ناهيك على التكاليف الباهظة في تطوير وصيانة البنية التحتية التكنولوجية التي تكون مكلفة جدا، مما يمثل عبئا ماليا على المؤسسات التعليمية خاصة في الدول النامية. هذا قد يؤدي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل غير متكافئ بين المؤسسات التعليمية. وقد يؤثر استخدام مكثف للتكنولوجيا، يمكن أن يؤدي إلى ما نسميه بالإرهاق الرقمي بين الطلاب والمعلمين، وهذا يشمل الإجهاد البصري، آلام الرقبة والظهر، واضطرابات النوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية للطلاب، مما يزيد من مشاعر القلق والعزلة. إذن في حين أن التكنولوجيا توفر فرصا هائلة لتحسين التعليم، فإن الاعتماد الزائد عليها ينطوي على مجموعة من المخاطر التي يجب معالجتها بحذر، من خلال تطوير سياسات وإجراءات فعالة وتعزيز التدريب وضمان التوازن بين التكنولوجيا الحديثة، يعني الذكاء الاصطناعي، والتفاعلات البشرية. يمكن للمؤسسات التعليمية تحقيق الفوائد المرجوة من التكنولوجيا من تقليل المخاطر المحتملة. في ختام حديثي حول الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة للتعليم، نجد أنفسنا أمام رؤية مستقبلية مشجعة ومفعمة بالإمكانيات. لقد تناولنا كيف يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أن تعزز جودة التعليم وتوسيع نطاق الوصول إليه، وتوفر تجارب تعليمية مخصصة تلبي احتياجات كل فرد. لكن في الوقت ذاته يجب أن نبقى واعين بالتحديات التي قد تنشأ من الاعتماد المفرط على التكنولوجيا، مثل الفجوة الرقمية، مخاطر الأمان والأمن والخصوصية، وتغيير دور المعلم. من خلال مواجهة هذه التحديات بفعالية ووضع استراتيجيات ملائمة، يمكننا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل يعزز من التعليم ويجعله أكثر استدامة. المستقبل يحمل أكثر ويحمل الكثير من الفرص، والذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قوية بين أيدينا لتحقيق تعليم أكثر شمولية وعدالة. علينا في نظري أن نتبنى هذه التقنيات بحذر ومسؤولية، مع التركيز على ضمان التكافؤ، يعني تكافؤ الفرص لكل طالب ومعلم. الابتكار يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تشكل جوهر التعليم. والسلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا
شكرا سعادة البروف، بارك الله فيك على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتكم. نعم أحبتنا الكرام، سنقوم الآن بفتح باب الأسئلة والمناقشات لمن أحب أن يطرح سؤالا، فمن أراد عفوا فمن أراد أن يطرح سؤالا أو استفسارا فليرفع أداة اليد لإعطائه الصلاحية. تفضل. أحبتنا الحضور، من أراد أن يطرح سؤالا على سعادة الدكتور فالباب مفتوح، بإمكانه إما طرحه مباشرة أو أن يكتب في الشات. نعم معنا الأستاذة هبة، تفضلي. تفضلوا معكم الصلاحية. طيب سعادة الدكتور نبيل، في معنا سؤال بالشات ألو، يسأل. السلام عليكم. نعم تفضل ألو، تفضل استاذ تفضل. هبة مصطفى، باحثة وطالبة دكتوراه في قسم الإعلام. هو كان عندي سؤال، إزاي نستخدم أو يعني نخدم البحث العلمي ونستغل يعني اللي هو الذكاء الاصطناعي في كتابة مقال علمي أو بحث علمي، وما يكونش مثلا برضو يعني تبقى مثلا سرقة علمية. حضرتك نعم سامعني؟ سامعك سامعك. نعم تفضل تفضل. بس يعني فازاي يعني نستخدمه بطريقة ما يتقالش عليه ان هو مثلا يعني لو استخدمته ما يتقالش عليه ان هو سرقة علمية. بس شكرا لحضرتك. مرحبا شكرا. أستاذنا، نأخذ جميع الأسئلة أو نجاوب سؤال بسؤال؟ طيب في سؤال بالشات إن أحببت نطرحه على حضرتكم، يمكن كيف يمكن للجامعات التقليدية أن تدخل مجال الذكاء الاصطناعي؟ وأيضا في سؤال آخر، ما مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على جودة البحوث الجامعية؟ تفضل دكتور. شكرا على الأسئلة. في نظري بالنسبة للبحوث الجامعية، أنا كما قلت أنا أستعمل الذكاء الاصطناعي مثلا في إنشاء مقالات أو إنشاء أبحاث، ولكن لازم كما قلت هناك قاعدة أطبقها، هو 80% أرتكز على الذكاء الاصطناعي، ولكن 20% لازم يكون الوجود ديال الباحث، يعني لازم التأكد من المعلومة، يعني لازم البحث في المكتبات، لازم الاطلاع على البحوث الجامعية لتوثيق أو لإتمام عملية البحث. هذا إجابة على السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للجامعات التقليدية، أولا لازم تكون إرادة سياسية أو حكومية لتحويل جامعة تقليدية إلى جامعة ذكية، تكون إرادة حكومية، يعني معناتها لازم يكون موارد مالية، لازم تكون بنية تحتية تليق بالمستوى التكنولوجي، ناهيك على التدريب المستمر للأساتذة. لازم أن الأساتذة يكون عندهم تدريب لاستعمال الفعال للذكاء الاصطناعي، يعني لا ما يمكنش ناخذوا مثلا جامعة ونريد أن نستعمل فيها الذكاء الاصطناعي والأساتذة في واد آخر. لا يلزم الأساتذة يكون عندهم دورات تدريبية مستمرة لممكن استعمال الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ولازم أيضا أن الأساتذة والمعلمين والأطر الإدارية أن يحثوا الطلبة على استخدام الذكاء الاصطناعي،
لانه سيت ان انفيرومون مناخ دقيق لازم يكون في الجامعه. الطالب يستعمل الذكاء الاصطناعي، الاستاذ لازم يكون الذكاء الاصطناعي، الاداره تستعمل الذكاء الاصطناعي ليمكن ان تكون نتائج ايجابيه في استعمالات الذكاء الاصطناعي. وشكرا. بارك الله فيك دكتور. أيضا في مداخلات من الدكتور عمر، أو عفوا حساب فقي، تفضل. أرجو أن أكون لفظت الاسم صحيح، تفضل. السلام عليكم، معك الدكتور حسين فقيه حياك لبنان الله، حياك الله، أهلا وسهلا، مرحبا. سلمى. عمليا الذكاء الاصطناعي ليس هو آلة، هو إدخال لمعلومات والاستفادة به، وهذا يتطلب دور ومراحل تعليمية. كيف يمكن الحديث عن مراحل تعليمية في الذكاء الاصطناعي؟ شكرا. شكرا دكتور حسين، شكرا. معنا أيضا عمر الفاروق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. هل حياك يا الصوت ريان، مسموع؟ مش مسموع، في نعم حكاية. تفضل. نعم، أنا عمر الفاروق، مؤسس جامعة رقمية اسمها دايموند يونيفرسيتي، و يعني مهتم بالتطبيق، يعني اللي هو الذكاء الاصطناعي والتقنيات الآخر التقنيات في المنصة التعليمية الجامعية. هل هناك تعاون أو هناك طرق، يعني أبحث عن الطرق الحديثة، يعني الميتافور أو الذكاء الاصطناعي، يعني أي شيء يساعد يعني في تطوير جودة التعليم يعني. شكرا. شكرا دكتور، حياك الله، الله يحفظك. نعم سعادة البروف، تفضل تفضل دكتور نبيل. شكرا على المداخلة. أستاذ مدير الجامعة، أنا أقترح عليك، يعني كما قلت في الأول، أن لازم تكون شراكات بين المؤسسات، وشراكات بين الحكومات. وأقترح عليك مثلا أنا أتكلم على المغرب، هناك جامعة محمد السادس، وهي هناك أول مركز للذكاء الاصطناعي في أفريقيا. أظن أنه لازم تربط علاقات مع هذا المركز لتطوير أساليب تعليمية مبتكرة باستعمال الذكاء الاصطناعي. هذا من جهة. من جهة أخرى، احنا في منصة أريد، هناك العديد من المختصين في الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم تبادل الخبرات مع وأعتقد أنه في المجال العلمي والبحث العلمي، أعتقد أن الجميع يحاول أن يتقاسم المعلومة ويتقاسم المعرفة، وهذا أعتقد أنه قد يكون سبب في إنجاح البرامج التعليمية في جامعتكم. شكرا. نعم، المداخلة من الدكتور مبارك الحازمي، تفضل. تفضل دكتور. دكتور مبارك، تفضل، معك الصلاحية. طيب، في عندنا سؤال سعادة الدكتور نبيل، ما مدى تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في مرحلة تعليم رياض الأطفال وتنمية المهارات التعليمية والمعرفية لديهم؟ يعني في رياض أطفال، هناك على ما دائما أتكلم على تجربتي في المغرب،
قمنا بدراسة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الأول، وخصوصا في التعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في المغرب، يعني بالنسبة في ما نسميه بالمدارس الفرنسية. لما قمنا بتنزيل هذه التطبيقات واستعمالها في تعليم اللغة العربية، مقارنة مع مجموعة غير لا 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 تستعمل الذكاء الاصطناعي، ووجدنا أنه جودة التعليم تختلف 100% مع المجموعة التي لا تستعمل الذكاء الاصطناعي. يعني يجب أن تستثمر هذه التقنيات في أنا أظن في جميع المستويات، بما في ذلك التعليم الأول. يعني ما ليس هناك عيب في هذا، بالعكس. لما نريد أن مثلا نتحدث عن الآلة الحاسبة، مثلا أيام خروج الآلة الحاسبة، أيام ظهور الآلة الحاسبة، كان الكل يعارض، كل شيء يعارض أنه لا يجب استعمال الآلة الحاسبة، والآن أصبح من الضروري. تلاميذ السنة الخامسة، وما نسميه في المغرب الشهادة الابتدائية، الكل يستعمل الآلة الحاسبة. فناهيك عن الذكاء الاصطناعي مثلا في تعلم اللغات، في تعلم الإنجليزية، في تعلم أيضا اللغة العربية. لا، تنظر أنه أي يكون عنده واقع إيجابي، أظن أنه يجب استعمال الذكاء الاصطناعي. نعم دكتور، في أيضا أسئلة في صندوق الدردشة أظن أن حضرتك جاوبت عليها، منها كيف يمكننا توظيف واستخدام لغة الذكاء الاصطناعي في تعليم وتدريس اللغة العربية لطلاب الجامعة. أظن حضرتك جاوبت على هذا السؤال. وأيضا كيف يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي؟ نعم سعادة الدكتور، إن أمكن تعقيب بسيط لأنه أظن السؤال أجيب عنه. تماما، سأجيب عليه، ولكن مش مشكل. ما بالنسبه للتعليم الاعدادي والثانوي، كما قلت بالنسبه للتعليم الاولي، يجب حث التلاميذ على استعمال الذكاء الاصطناعي. يجب ان اطلب من التلميذ، مثلا اطلب منه مثلا ان يقدم درس مثلا او عرض في ماده ما باستعمال الذكاء الاصطناعي، ولكن ان يتاكد من المعلومه. انا لما يبحث في شات جي بي تي مثلا على مفهوم، مثلا مفهوم المد والجزر مثلا، في هذا لازم يبحث، على تكون عنده المعلومه صحيحه، يعني يمشي للمكتبه ويتاكد من المعلومه اللي اعطته شات جي بي تي. وهذا امر مهم، يعني نحث التلميذ على البحث، ولكن باستعمال الذكاء الاصطناعي. وهذا ينطبق على جميع المواد في الإعدادي وفي الثانوي. يجب على الأستاذ أن يكون مرنا في التعامل، مرنا في استعمال الذكاء الاصطناعي. أعطي الفرصة للتلميذ باستعمال الذكاء، ليس هناك عيب في استعمال الذكاء الاصطناعي، ولكن العيب هو أنه لازم نتأكد من المعلومة. هذا هو العيب. مثلا في بعض في في بعض الأساتذة بعض الأساتذة ولا بعض التلاميذ يديروا بحث على شيء، على ماده مثلا في الرياضيات، والماده في الهندسه، ويحملون البحث مباشره الى الاستاذ، والاستاذ يقبل البحث بدون ان يتاكد من المعلومه. هذا خطا، هذا خطا. كما قلت، لازم القاعده 80% 20%، 80% من المعلومه من الذكاء الاصطناعي، ولكن 20% لازم تكون من اجتهاد الاستاذ او من اجتهاد التلميذ. ممكن من هنا 10 سنوات او 20 سنه، ممكن الذكاء الاصطناعي يعطينا 100% من المعلومات صحيحه، ولكن اليوم لازم ان نكون في ندير نكون نحيط الحيطه والحذر
في المعلومات التي يعطيها لنا الذكاء الاصطناعي. نعم دكتور، الله يحفظك يا رب. طيب، في عنا أيضا نأخذ مشاركة أخرى. دجلة منصور، تفضلي. عذرا إن نطقت الاسم غلطا، تفضلي. السلام عليكم. حياكم وبياك، تفضلي. شكرا جزيلا، بارك الله فيك أستاذ على هذه المحاضرة القيمة، وشكر جزيل لكل المنظمين القائمين على هذا الحفل. بالنسبة لسؤالي للأستاذ، هي مدى مصداقية المعلومات يعني اللي نتحصل عليها من هذه المواقع تشات جي بي تي، وهل وقاعدة 80-20% اللي هي يعني قدروا نعمموها على كل التخصصات؟ فبالتالي اسكو حتكون عندها يعني حتكون مصداقية ولا لا؟ لا، سورتو لكن احنا كلفنا الطالب بإعداد بحث، فبالتالي اسكو حتكون هذيك الثقة كاينة في الطالب من هذيك المعلومات حسب التخصص؟ يعني انا نطرح سؤال حول التخصصات اللي يعني تكون فيه مصداقية المعلومة، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني كذلك يتعلق بمجال التدريب اللي يعني ينصح به الأستاذ للمعلمين أو الأساتذة. حيكون يعني التدريب هذا فقط من الجانب التقني ولا وأل يعني ما أسكو أو هل يؤثر ذلك على عمل الأستاذ أو جودة المحتوى الذي يجتهد الأستاذ في إعداده، يعني المستوى لتلقينه للطالب؟ شكرا جزيلا. شكرا شكرا، حفظكم الله. معرفتش طيب، بروحي أستاذة دكتورة مسعود جليلة من جامعة تخصص قانون أعمال جامعة جزائرية. حياكم الله، أكرم وألهم، حياكم الله. أستاذة شروق معنا أيضا، تفضل. تفضل أستاذة شروق، تفضل. أستاذة شروق، تم إعطائكم الصلاحية، تفضل، بإمكانكم فتح المايك والمداخلة. طيب، نأخذ الدكتور مبارك الحازمي، تفضل. دكتور تفضل. دكتور مبارك، تفضل. أعطيتم الصلاحية. أستاذة شروق أيضا أعطيتم الصلاحية، تفضل. طيب، عذرا دكتور نبيل، هل من مداخلة أخيرة أو جواب أخير؟ طبعا أم لازم ان تعقيب الأخير أو كذا؟ تفضل. نجيب استاذة منصور. هو القاعدة التي اطبقها ديال 80 20، وهي طريقة اعتقد انه الجميع لازم يستخدمها في الوقت الحالي، لأنه المعلومات التي تصدر من الذكاء الاصطناعي، وناخذ كمثال للذكاء الاصطناعي وشات جي بي تي، لازم نتأكد من المعلومات، لأنه الذكاء الاصطناعي وشات جي بي تي حاليا كنهضروا عليه، هناك عديد من الأدوات الذكاء الاصطناعي، ممكن أن نخصص دورة خصيصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وأنا مستعد، ما كاين، لا يوجد مشكل. إذن فالمعلومات التي يعطيها الذكاء الاصطناعي قد تكون فيها أغلاط مش صحيحة، لازم يتأكد منها الطالب أولا، لكن لما تطلبين مثلا عرض أو أي شيء من الطالب، ولازم أن يحضرها، لازم أولا هو يتأكد من المعلومة، ولازم أن الأستاذ مطالب بالتأكد أيضا من المعلومة، لأنه لا يعقل أن الأستاذ
ياخذ المعلومه من شات جي بي تي 100%، يستحيل، غير مقبول. بالنسبه للتدريب التقني كما قلتي في السؤال الثاني، اعتقد انه الذكاء الاصطناعي ليس ما هي متفقين، خوارزميات وبروغراماسيون واي حاجه بغيتي، ولكن انا نتكلم عن استخدامه، كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي لمصلحه الاستاذ، وهذا شيء لازم الحكومات تخدم عليه، لانهم الى الاستاذ اعطيناه الامكانيات الماديه والامكانيات التقنيه والمعرفيه لاستعمال الذكاء الاصطناعي، ف100% غادي تكون هناك انتاجيه وهناك فعاليه. اعتقد انه ناخذ ما كنا تنطلق من مثال المغرب، حاليا منذ سنه او سنتين الكثير من الاساتذه تلقوا دورات تكوينيه مستمره في الذكاء الاصطناعي. النتائج ماشي ما في 100% كما متوقع، ولكن الصيرورة في التكوينات والصيرورة في المعرفة ممكن تكون عنده نتائج جميلة ومهمة جدا. شكرا. شكرا دكتور، الله يحفظك يا رب. مداخلة أخيرة للدكتور مبارك الحازمي وننهي إن شاء الله، تفضل سعادة الدكتور. شكرا لك يا دكتور، أرجو أن يكون الصوت واضح. الشكر موصول لسعادة الأستاذ الدكتور نبيل العلمي على هذه المحاضرة القيمة. سؤالي سعادة الدكتور، ذكر سعادتكم في المحاضرة تحديات ومخاطر للذكاء الاصطناعي في التعليم، وهي في غاية الأهمية. ويا ترى ما رأي سعادتكم في الأساليب التي ممكن معرفتها للتغلب على هذه التحديات في عالمنا العربي، خاصة ونحن نرغب باللحاق بركب الحضارة؟ شكرا لكم. شكرا دكتور مبارك. نعم دكتور نبيل، تفضل المداخلة الأخيرة ولكم الصلاحية، تفضل. شكرا أستاذ مبارك على السؤال. هو تحديات أي تكنولوجيا جديدة لها تحديات ومواقف، يعني من عهد الابتكارات ودائما كان هناك تحديات ومخاطر. في الدول العربية لكي كما قلت في المحاضرة، لازم يكون تعاون، لازم يكون مواكبة للتقنيات. فلاديمير بوتين قال ذات يوم أنه البلد الذي لا يستعمل الذكاء الاصطناعي فهو بلد لازم إزالته من الخريطة. تصور معي هذا الكلام. يعني إذا الدول العربية عملت يد في يد لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، مثلا ناخذ مثلا في الطب، فأعتقد أنك هناك كفاءات، هناك جودة وأطر لتطوير آليات وأدوات الذكاء الاصطناعي تضاهي الأدوات الذكاء الاصطناعي العالمية مثلا الأمريكية. أخص بالذكر مثلا، أعطيك مثال، المخترع المغربي الذي اخترع البطارية للسمارت فون، البطارية التي يستعملها الهاتف الذكي، أنا مخترع مغربي. يعني باش لكي أقول لك أن العرب لديهم إمكانيات ولديهم موارد ولديهم عقول، ولكن لازم يكون تعاون، لازم ممكن تكون، أنا أقترح أن تكون منصة للتعاون، للشراكة، لضخ
لضخ بعض الامكانيات الماديه لمضاهاه هذه الدول. وحنا عندنا القدره، يعني ما فيها الشك، ولا في العراق ولا في السعوديه ولا في الكويت ولا في المغرب ولا في الجزائر، ولا اخواننا تبارك الله امكانيات هائله، دكاتره عندهم زي ما عندهم مجالات متعدده للاشتغال، ما عندهم كفاءات عاليه، واغلبيتهم يدرسون في جامعات اجنبيه، يعني لا ينقص ما سوى ذاك نقبلوا ان نقبلوا نتعاونوا مع الدول العربيه، وهذا هو السر ديال النجاح المعارض. شكرا. شكرا شكرا، بارك الله فيك سعادة البروف نبيل المتوكل العلمي على هذه المحاضرة الرائعة والمعلومات القيمة، وجزاكم الله عنا كل خير، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يكتبها في شكرا ميزان لكم أستاذ، حسناتكم. شكرا لكم. شكرا شكرا سعادة البروف. نعم أحبتنا الكرام، تم وضع رابط الشهادة والحضور في صندوق الدردشة الشات، وبإمكانكم بمجرد الضغط على الرابط الدخول مباشرة إلى الشهادة واستحصالها. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.